السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. فوجئ الوسط الفني والشارع اليمني السبت الماضي بجريمة اغتيال الفنان الكوميدي جلال السعيدي عقب أدائه لمعرض أو لعرض مسرحي في الضالع بدعوة من الهلال الأحمر الإماراتي. تضاربت المعلومات حول أسباب الاغتيال وتباينت الآراء عن هوية المجرم، إلا أن الجريمة ثابتة ولا يزال المجرم طليقا. الجريمة بذاتها تعد مؤشرا سلبيا على تطرف الفكر وتهدد حرية الإبداع والمبدعين، لا سيما وقد تكررت الجريمة ولا يزال المجرمون يسرحون وبعضهم يستند إلى مكانة عسكرية. قبل ذلك لا تزال دماء عمر باطويل ومن بعده أمجد عبد الرحمن على الأرض بعد تصفيتهما في عدن بدم بارد على خلفية آراء شخصية، ورغم توفر الأدلة والمعطيات الواضحة لتحديد جهة الإجرام التي تستغل ضعف الدولة وتغييب العدالة. في حلقة اليوم نناقش أبعاد استهداف الفنانين والناشطين وخلفيات وأسباب تكرار هذه الجرائم على مرأى ومسمع من الجهات المعنية أمنيا ودينيا وقضائيا. لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا من الرياض الصحفي فهد سلطان عبر السكايب، وسيكون معنا من صنعاء الفنان القدير علي الكوكباني، وأيضا سيكون معنا نائب وزير الثقافة الأستاذ عبد الله باكدادة، وكذلك نقيب الفناني الأستاذ محمد الحرازي. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وابدا هذه الحلقه مع الاستاذ فهد سلطان عبر السكاي من الرياض. مساء الخير استاذ فهد. مساء النور والعافيه، اهلا بك اخي بشير ومشاهدينا الكرام، مرحبا. مرحبا بك استاذ فهد. في البدايه، كيف تابعت تنامي الخطاب المتطرف وايضا استهداف الفنانين واصحاب الاراء الحره من قبل جماعات متطرفه فقط لانها تخالفهم الراي؟ حياك الله أخي بشير. طبعا بالنظر إلى الذي يجري الآن داخل البلاد، في عوامل طبيعية أفرزت إلى هذا الخطاب، أفرزت إلى مثل هذه الأعمال. يعني نستطيع أن نقول أنه كان من قبل أن المتشددين أو الجماعة الإرهابية كانت تلقى يعني رفض مجتمعي يقابله، رفض من قبل السلطات، من قبل السلطة، من قبل الحكومات. كان على الأقل هنالك ربما مثلا نستطيع أن نقول في فترة من الفترات المراحل محاولة استغلال يعني مد خطوط سرية، لكن الذي يحصل الآن في خلل كبير. هنالك تواصل أو نستطيع أن نقول هنالك دعم تلقته مثل هذه يعني مثل هذه الجماعات. هنالك خطاب متنامي، يعني في عوامل كثيرة وقفت بطريقة أو بأخرى أمام مثل هذا الخطاب الذي بدأ يتوسع. نعم. نعم. هل هذه الجرائم التي تطال هؤلاء الناس فعلا هي نتيجة للخطاب الديني المتطرف، أم هناك من يقول بأنها ربما تستخدم لأغراض سياسية وتستغل هذه الحوادث؟ هي تستغل في حقيقة، هي تستغل سياسيا، لكنها في حقيقة الأمر في دراسة ظواهرها في تتبع تفاصيلها تجد أنها خطاب تكفيري، خطاب يعني في هنالك دعم لمثل هذا الخطاب، إسناد، تغاضي عنه يعني بطريقة أو بأخرى. يعني مسألة الجماعة التكفيرية أو الخطاب التكفيري يلقى اليوم دعم، يلقى إسناد، يلقى تغطية، توفر له كثير من الإمكانات، تتاح له كثير من المساحة لكي يتحرك. ويعني هذه كلها العوامل ساهمت بطريقة أو بأخرى في تنامي هذا الفكر. يعني هناك من يحاول ان يعني مثلا على سبيل المثال اذا وجدنا مثلا تنظيم القاعده في فتره من الفترات كان يعني لعبه مخابراتيه تديرها بعض من الدول، لكن عندما خرجت هذه الجماعه عن السيطره يتم الان القضاء عليها، وبنفس الوقت ايجاد بدائل اخرى يتم استغلالها سياسيا، يتم استغلالها بطريقه او باخرى. يعني
الدعم الذي تلقاه مثلا يعني خطاب الدولة، تنظيم الدولة المسمى تنظيم الدولة في تعز أو في عدن ليس بريئا. هنالك شخصيات معروفة وداعمة يعني أو داعمة مثل هذا الفكر، وتلقى التأييد وتلقى الحماية، ولا زالت في مناصبها ولا زالت في أماكنها. يعني عندما نجد مثل هذا خطاب التكفير على سبيل المثال، عندما يعني شخص مثل مهاني بن بوريك معه خطاب تكفيري واضح حرض على عدد من الخطباء في عدن، الحزام الأمني في عدن في فترة من الفترات كما في عمر حق طويل منع من الصلاة عليه، يعني وصلت له أكثر من مرة تحذيرات يعني بشكل واضح. وكما ذكرتم أنت في بداية المقدمة أنه لم يد العدالة لم تطالهم، يد التحقيق لم يصل حتى الآن إلى التحقيق. هذا الخطاب يتوسع ويدعم، ويعني موجودين ضمن رواتب ويستلمون رواتب ويشجعون ويدعمون لمثل هذه المواقف، ليس خطابا مفصولا. يعني مثل هذه لم تعد الأمر كما كان في السابق، أن هذه الجماعات يعني مفصولة عن المجتمع، مفصولة عن السياسة، وأنها تمارس بسبب موقف. هنالك يعني من المؤكد أنها مدعومة وأنها تؤدي واجب، وأنها بطريقة أو بأخرى من أجل ابتزاز إما للسلطة أو للدولة أو لجماعات أخرى أو نعم. لأحزاب أخرى كذلك. نعم. طيب ابقى معي أستاذ فهد ونشرك معنا في الحديث من صنعاء رئيس نقابة الفنانين اليمنيين الأستاذ محمد الحرازي. مساء الخير أستاذ محمد. أستاذ محمد. أيوة نعم. مرحبا بك، أتمنى أن تسمعنا من الهاتف أستاذ محمد حتى يعني يذهب هذا التأخير. أنا أسمعك من... نعم. أسمعك طيب. من الهاتف. مرحبا بك أستاذ محمد، في البداية كيف تابعت جريمة اغتيال الفنان جلال السعيدي؟ والله هذه جريمة غير طبيعية، ولم نتعرف تماما على دافع. فقتل الحرية ومتابعة الفنانين والمبدعين من جماعات على ما سمعناه في من قناة الساحات من قناتكم، بأن هناك جماعة أيادي تكفيرية متطرفة، هذه من الجماعات التي أتى بها قوى الأدوان يعني من عدن، من الإمارات، من السعودية، هذا الذي تحمل فكر متطرف لا تؤمن بالحرية، لا هواه، وتدعي ادعاءات اخرى. هذه الواقعه لن تمر. نعم. والفنانون اليمنيون جميعا، نحن كنقابه معنيين عن كل فنان يمني. نعم. فماذا قدم هذا الفنان؟ هذا الفنان جلال يقدم بالاحتفالات، يقلد اصوات ويمثل ويقلد شخصيه زنبقه احد الاعمال التمثيليه للطلاب المتخرجين لكذا. نعم. ما طيب هو هذا الفكر الذي نعم. سعى لقتل هذا الفنان؟ نعم. احنا لن نترك هذه القضيه، ولابد من السلطات المتواجده هناك تتعاقب اليوم ولا الغد، ولابد من متابعه الجناه وتقديمهم للعدالة. نعم. من خلال متابعتكم للقضية أستاذ محمد في نقابة الفنانين اليمنيين، ما هي الأسباب الرئيسية التي جعلت هؤلاء يقدمون على قتل الفنان جلال السعيد؟ والله أنا شوف، احنا في اليمن في الأرض اليمنية الفنان اليمني يقدم دوره ورسالته كمبدع ويقدم قضايا وطنه وكل ما فيه. الجماعة آمنين في الفنان، كلهم آمنين في صنعاء، آمنين في كل المناطق هذه الموجودة، ولكن في المناطق هذه اللي فيها تطرف، اللي قال أنها محررة، اللي وراءها الجمارات، وراءها كذا قوى أخرى معهم من المتطرفين، أتبون من أين هذا الذي يحملون هذه الأفكار ويقاتلون بهم؟ هم الموجودين هناك في الساحة في هذه المناطق التي تحت أيدي الإمارات وغيرها، هو المتطرفين حضروا من هذه الأعمال ووجدوا أن ما يقدم هذا الفنان يحتاج إلى قتله. والله إحنا نريد مزيد من الفحص الأسباب وما هي الدوافع، وكيف، هل لها علاقات سياسية، هل لها علاقات مع الأدوان، هل لها نعم. لكن هذا ما نريد يعني مفتوحاً. نعم أستاذ محمد، هذا ما نريد أن نعرفه منك يعني من خلال الآن الاطلاع على القضية. يعني لم تصلكم أي معلومات الأسباب الرئيسية وراء يعني قتل الفنان جلال السعيدي؟ كل ما وصلتنا هو من قناة بلقيس، سمعنا ذلك بعد تعرض له قناة الساحات أمس. نعم. ف
اقتربنا تماما، ويقال أن جثته يعني تم اخفائها ولم يسلموها الى اهله. القضيه ان الذي قاموا بهذا الشيء هم المتطرفين، نحن نسال الجهه الذي طلبت هذا الفنان واستدعته بالتاكيد. ايوه الهلال الاحمر، نعم الهلال الاحمر الاماراتي هو جاء بدعوه منهم، هل لكم الان في النقابه تواصل معهم بصوره مباشره او مع السلطه المحليه في محافظه الضالع؟ حتى الساعه، ولكن هذا سيتم التواصل مع اتحاد الفنانين العرب، نعم، وعبر كل من يتعلق بالمبدعين واتحاد الادباء في العمل الابداعي. لابد من المتابعه، هذه قضيه راي عام، هذه قضيه راي عام، انتم تتناولوها ك نعم نعم سمعني. ماذا فعل؟ ذهب ليقيم حفله؟ احنا نريد الخلفيه، ما هي الاسباب التي دفعته للذهاب الى هناك، وما هي الحفله اللي عملها، وتواجد المتطرفين هؤلاء هناك كيف؟ بالتأكيد. وكيف تم استهدافه؟ هذا كل الملف احنا بدورنا سنتابع هذا، سنتابع هذا من قبلنا، وسيظل نعم. هذا الملف مفتوح، ولكن الى الان استاذ محمد نعم خطيره ومره. نعم استاذ محمد، يعني الى الان 3 ايام منذ اغتيال الفنان جلال السعيدي، لم يحدث مثلا اي تحرك من قبلكم الان؟ هل حدث اجتماع؟ هل عملتم ايصال رسائل؟ تواصلتم مع احد في الضالع؟ احنا نجمع المعلومه اول عن صحه الواقعه. نعم كثير من الفنانين حاولوا يتواصلوا يشوفوا عن صحه الواقعه. نعم يعني الى الان لم تتاكدوا يعني من الواقعه؟ قد نشرت الصور ووصلت الاخبار في كل مكان. اول خيط انت هذا الفنان ذهب، من الجهه التي استدعته؟ نعم هذه الجهه يقول لك اماراتيه، يعني اتحاد الهلال، الهلال الاماراتي ولا غيره. نعم فلا بد احنا ما يعني هذه الجهه من هي؟ من هو الهلال الاماراتي؟ هذا الموجود على المحتل الذي موجود على الارض، وهذه جماعات القوى التكفيريه الموجوده على ارض الوطن، من دعاه وكيف؟ هذه الامور كلها احنا لم نترك هذا الملف مقفلا، سنفتحه وسنتابع ونعرف ما هي الاسباب اللي دفعت الفنان للذهاب الى هناك وبالجهه التي استدعته والى ما انتهت عليها الاجراءات، بعد ان نتاكد من صحه ما بث اعلانيا عبر قناتكم وقناه الساحه نقلا عنكم. نعم طيب استاذ محمد، يعني ابقى معي، سنتحدث ايضا، سيكون معنا نائب أيوة وزير. علما ان هناك يعني عندك الفنان الناصر عاد. نعم سيكون معنا استاذ محمد، سيكون معنا نائب وزير الثقافه بعد قليل الاستاذ عبد الله بكداده، واتمنى يعني ان نسمع منك ومنه وحتى نصل الى حلول. الان الاستاذ عبد الله بكداده نائب وزير الثقافه معنا الان. استاذ محمد نعم ابقى معي. الشرعيه ولا فين؟ المدعوون الشرعيه. نعم اسمح لي ان ارحب بالاستاذ عبد الله بكداده نائب وزير الثقافه. ايوه كفنان. ايوه نعم مرحبا بك استاذ عبد الله. اهلا اهلا وسهلا بكم. اهلا بك استاذ عبد الله. في البدايه انتم الان كجهه معنيه في وزاره الثقافه وهذا احد الفنانين الذي كان ينتمي لهذه الوزاره، ما الذي عملتموه امام اغتيال فنان يمني في مدينه الضالع تم استدعائه بطريقه رسميه؟ طبعا اولا نسجل اسفنا لهذه الواقعة التي تكررت، ونحن نعرف ان واقعنا اليوم مع الاسف يعيش مهزوما. قتل الفرد يعني شيء مؤلم، ولكن قتل المبدع لربما يعني يؤثر تأثير غير عادي على مستوى المجتمع، وهي رسائل اليوم يتلقفها واقعنا مع الأسف الشديد بسبب هذه التباينات يعني التي حاولت بعض الأفكار المتطرفة أن تستغلها لإقلاق السكينة على مستوى الواقع. وزارة الثقافة بطبيعة الحال يعني يهمها ليس فقط أن تدافع عن من ينتمي إليها أو ينتسب إلى مؤسساتها، ولكن يهمها أن تحافظ على الإنسان بشكل عام. المطلوب هنا هو الجانب الأمني، لأنه هو الذي تقع عليه واقعة مثل هذه في البحث عن مسببات الجريمة. نحن تابعنا كثير من يحملون الفكر، ومع الأسف الكثير منهم لربما
خرج إلى خارج البلاد، ونحن نجد العديد من الإعلاميين وأصحاب الفكر وأصحاب الرأي وأصحاب الثقافة وممن يحملون آراء وطنية تخدم بلدهم، نجدهم يخرجون خارج واقعهم بسبب ما يجدونه من عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان. نعم. في واقع أمني يحتاج إلى الكثير والكثير، وهو يعاني من الشتات. نعم. في طيب داخل. أستاذ عبد الله، لا شك أنه أمامكم الآن مهمة كبيرة في توعية المجتمع وتبني الوزارة لنشر الثقافة المضادة لهذا التطرف الذي بدأ يظهر في المجتمع، لكن الآن لو وقفنا على هذه الحادثة، أنتم الآن في وزارة الثقافة، هل تواصلتم مع السلطة المحلية في الضالع؟ لأنه إلى الآن الجميع يتحدث بأنهم يرفضون حتى تسليم جثة الفنان جلال السعيدي، ما الذي عملته؟ هل تواصلتم مع السلطة المحلية، مع مكتب الثقافة في الضالع للوقوف على الأمر بجدية والقبض على القتلة وتقديمهم للمحاكمة، تسليم جثة الفنان جلال، أم الصمت هو سيد الموقف؟ أولا الصمت لا يمكن أن يكون سيد الموقف، يعني نحن متابعين الموضوع كوزارة، والأستاذ مروان دمك يبذل جهود كبيرة جدا في هذا الاتجاه، وبالفعل هناك متابعات باعتبار أنه هذه القضية تهم مبدع، ولكن الأهم من ذلك هو وجود الجانب الأمني، لأنه القضية ليست قضية فرد. اليوم نستطيع أن نطبع الحياة في الواقع من خلال دعم المبدع، من خلال إتاحة الفرصة لإقامة فعاليات ثقافية سواء كانت مسرح أو فن تشكيلي أو حفل فني أو حفل غنائي، من خلاله نستطيع أن نوصل الكلمة إلى المجتمع. ولكن في ظل الظروف الأمنية مع الأسف الشديد يعيش المبدع حالة القلق، وبالتالي هي رسالة لربما محاولة لإسكات صوت هذا المبدع الذي لربما هو يعني يمارس بشيء من الاستقلالية. نحن نعرف اليوم الكثير من الصراعات الدينية والكثير من حالات التطرف التي نشأت جراء الحرب، سواء كانت في داخل يعني المناطق المحررة أو خارجها. المطلوب هو الجانب الأمني بدرجة أساسية. المؤسسة الحكومية تمارس دورها في هذا الاتجاه، وجود الحكومة اليوم في عدن أيضا، وجود رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي أيضا يمثل دافعا مهما في ممارسة العمل المؤسسي، لأنه مهم جدا. يعني تظل قضية المتابعة أو قضية المناشدة مطلوبة، لكن الواقع الأمني هو الأساس. إذا لم يكن هناك حالة من الاستقرار الأمني، لا يستطيع المبدع أن يعيش حياته أو أن يفرغ بطاقاته. أستاذ عبد الله، نعم أستاذ عبد الله، ومعذرة على المقاطعة، أنا أشكرك أيضا على تجاوبك معنا وعلى الطرح الذي تقوله، وهو كلام في غاية الأهمية، لكن نحن الآن ربما نتكلم مع جهة رسمية، ومحافظة الضالع هي محافظة محررة وتخضع للشرعية. يعني الآن المشاهد الكريم وأهالي جلال يحتاجون تحرك جاد وفعلي حتى يصلوا إلى طريق حول من اغتال جلال، أين جثة جلال، لماذا لا تسلم جثة جلال؟ يعني الكلام كل احنا خلاص بندين الجريمة ونتحدث، لكن في الأخير ما فيش بدنا شيء، أنتم المعنيون في ذلك. المعنيون بدرجة أساسية هما الجانب الأمني. لربما وزارة الثقافة تتابع الموضوع وتتابعه بجدية بالفعل، باعتبار أن جلال يمثل أحد منتسبيها، ولكن أيضا الجانب الأمني وحالة البلد الموجودة هي أيضا مسؤولية مباشرة عما جرى. وهناك مثل جلال كثيرين، يعني ليس جلال فحسب. اليوم لربما البعض لديه الكثير من الأعمال يريد أن يقدمها، ولكن أيضا تمارس عليه شيء من الإرهاب، ما يسمى بالإرهاب الفكري، بما معنى عدم إتاحة الفرصة لأي مبدع، كان شاعر كان مفكر كان مثقف، أن يدلي بصوته وأن يقول رأيه على أرض الواقع. نعم. طيب أستاذ عبد الله ابقى معي، وأيضا الأستاذ محمد الحرازي والأستاذ فهد سلطان، سنذهب الآن متابعة بعض الآراء حول جريمة اغتيال الفنان جلال السعيدي، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. فن المسارح بشكل عام آلية من آليات السلام العالمية، التي من الممكن أن تؤثر أكثر من بعض المنابر المتشددة والمتغيرة على المجتمعات.
اغتيال الفنان السعيدي ليس سوى اغتيال للإنسانية واغتيال للسلام في محافظة ضالع، والذي لا يمثلنا إطلاقا وبتاتا. كما نطالب السلطات المحلية بسرعة إلقاء القبض على هذا المجرم الإرهابي الذي اغتال السعيدي وخطط له، وكما نطالب أيضا بإيجاد مسارح كثيرة لكل قطاعات الفن من أجل إسكات هذه الأصوات النشاز والأفعال التي نحن براءة منها. يعني الجريمة التي حدثت لفنان مسرحي، قد يكون هناك طرف ثالث، قد يكون هناك يعني عصابة منظمة أرادت أن تلصق هذا، مع أن الضالع لا يمثلها هذه الجريمة، وليست الضالع عنصرية، بل أبناء الضالع أيضا يحترمون كل من أتى إليها، وخاصة إذا كان لا يمت للسلاح بصلة، يعني رجل مسالم، رجل صاحب فكر فني. ولذلك الضالع هي تدين هذه العملية، وأبناء الضالع يدينون هذه العملية بكل أطيافهم وكل مشاربهم. حوادث القتل التي ظهرت مؤخرا في محافظة الضالع، وكان آخرها اغتيال الفنان السعيدي في مدينة الضالع، ثقافة دخيلة على الضالعيين ولا تمثلهم، ونحن ندين بكل ما تحمل الكلمة من معاني ما حدث، وندعو السلطات المحلية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه بممارسة هذه الأفعال. نحن أبناء الضالع ندين ونستنكر الجريمة الشنعاء التي حصلت للفنان الكوميدي في محافظة الضالع أثناء تأديته لمسرحية أو بعد تأديته لمسرحية التي أقامها في محافظة الضالع في أيام العيد. وهذا هذا العمل الشين الذي لا يعبر عن عادات وتقاليد أبناء الضالع، هذا عمل ينكره المجتمع، وهذا التطرف والغلو الزائد يقضي على الفن ويقضي على الثقافة داخل المجتمعات. حياكم الله مشاهدينا الكرام. ربما هذه نماذج من أبناء محافظة الضالع يستنكرون ويدينون هذا العمل الإجرامي وأنه دخيل على المجتمع، وهو يعني نتيجة يعني خطاب متطرف أنتج هذه الصورة من المأساوية للأسف الشديد. أعود لي الأستاذ فهد سلطان. أستاذ فهد سلطان، إذا الآن ربما سمعت من رئيس نقابة الفنانين اليمنيين الأستاذ محمد الحرازي، وسمعت أيضا من نائب وزير الثقافة الأستاذ عبد الله باكداد، برأيك يعني الدور المناط على نقابة الفنانين وعلى وزارة الثقافة، هل يقتصر فقط على الإدانة والاستنكار أم يجب عليهم دور آخر غير ذلك؟ حتى الآن أنا شخصيا لم أجد أي تصريح رسمي من قبل مؤسسات الدولة، يعني من الرئاسة، من الحكومة اليمنية حول هذه الجريمة. حالة الأجهزة الأمنية في حالة ضعف وتفكك شديد، حالة شرعية نفس الكلام. هنالك كما ذكرت أسلفت سابقا، هنالك من يحاول أن يعبث بالنسيج الاجتماعي داخل المجتمع اليمني. قضية الإرهاب وقضية التكفير هذه دخيلة على المجتمع اليمني، لم تكن بهذه الحدة ولم تكن بهذا الشكل. كان كثير من العلماء وحتى المتطرفين يعني عندما يعترضون على موقف او يعترضون على اي اساءة يذهبون الى المحاكم، يعني يحصل هنالك لم تصل الى مستوى السلاح الا في مرحلات محدودة، ليست بهذا التوسع الذي يحصل في هذه اللحظة. الذي جرى الان والذي حصل في الضالع حصل قبل ذلك في مدينة عدن، وحصل في مدينة تعز، من إرهاب للخطباء وإرهاب لعدد من المذكرين أو عدد من الخطباء وإمة المساجد. هذه قضية مجتمعية ينبغي أن يتحرك الجميع. حتى الآن مثلاً كما سمعت من نقابة الفنانين، يعني لا زالت المعلومات عندهم، ليست لديهم معلومات. في إشكالية كذلك لديهم بين يعني صنعاء وبين عدن، بين الانقلاب بين الشرعية، يعني هذه الازدواج، هذه المشكلة كلها تؤثر على مثل هذا الجانب وتزيد من هذا التصعيد ضد استهداف الفنانين واستهداف المسرحيين واستهداف الفنانين بشكل عام. نعم. طيب أعود إلى صنعاء مع رئيس نقابة الفنانين اليمنيين الأستاذ محمد الحرازي. أستاذ محمد، يعني لم تكن جريمة اغتيال جلال السعيدي هي الأخيرة ولن تكون هي الأولى، كان قد سبقها قبل فترة اغتيال مقتل الفنان نادر الجرادي رحمه الله في صنعاء بعد أن أحيا
أحد الأعراس في العاصمة صنعاء، وحدثت أيضا هناك أشياء مشابهة في عدن وغيرها. لكن الآن السؤال الأهم أستاذ محمد، أنتم كفنانين دائما ما نسمع كل الفنانين يقولوا نحن مع اليمن ونتحدث السليمان بعيدا عن أي يعني أن نصنف سياسيا تبع أي طرف، وهذا شيء ربما يعني يحيد الفنانين من أن تطالهم أي يعني أي عناصر متطرفة من أي جهة من أي جانب كان وفي أي مدينة، سواء كانت في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي أو حتى في المناطق المحررة. الآن أنتم كنقابة معنيين بالدفاع عن أنفسكم بالبحث عن حقوقكم، في ظل هذه الأوضاع من هو يعني أو ما هي الجهة التي ممكن أنتم تتخاطبون معها وتقف معكم؟ أستاذ محمد. أيوه معك. نعم. بالتأكيد شوف، نحن هنا في صنعاء ودور نقابة الفنانين واضح لمتابعة حقوق الفنانين، ووزارة الثقافة في حكومة الإنقاذ معنية أيضا بالمتابعة من خلال الخطابات هنا في صنعاء. الفنانون جميعا مهتمون بهذا الجانب وواجب عليهم متابعة هذا الجانب. احنا طبعا هذه الحكاية مش الأول وأحلى من المتطرفين هؤلاء، ولكن سبق نادر الجنادي هل الجريمة تمت في صنعاء وتم احتواءها والقبض على الجاني وتقديم العدالة وحكم عليه بالقصاص بقتل هذا تابعا القضية حتى استخرج الحكم الفدائي والاستئناسي والتأييد. نعم. لكن هذه الجريمة التي تمت للجنادي تمت في الضالع في الأماكن الذي تسمى أنها محررة من قوى الاحتلال وفيها من المتطرفين الذين يقاتلون مع الإمارات مع السعودية مع غيرهم. نعم. فهؤلاء المتطرفين يحملون من فكر يعملوه الواجب على نعم مع موجود الثقافة حكومة الإنقاذ نخاطب المخاطبة في الجهات الأمنية اللي هي المعنية بالقبض على الجناح. إذا كان هناك انفلات أمني والأفضل المحتلة والإمارة الداخلة ويخفوا الجثة ويخفوا الجريمة، هذه مأساة سنعاني منها الكثير، ولكن نحن جهدنا لم يعلو لنا جهد حتى نصل إلى حقيقة هذا الأمر ومعرفة الجناة والأسباب والقبض عليهم آجلا أم عاجلا. هذه قضية رأي عام. إن كنت تسأل من خلال قناتكم وأنا أشكركم على الاهتمام بهذا الجانب، هي قضية رأي عام، مسؤولية كل الأحرار الشرفاء بالتأكيد. نعم. كل من يعرف هؤلاء المتطرفين ومن أين قدموا إلى وطننا وماذا يفعلوا وماذا يحملون من أفكار، هذه قضية ستتابع في جميع الأعمال. نعم. الفنانون أصحاب رسالة، أي شيء يتعرض لوطنهم يضعوه، يقدموا رسالتهم الإبداعية والفنية كمرآة عكسة للمجتمع. نعم. كل ما يحصل على هذا المجتمع من مآسي وآلام وعدوان وغير ذلك، الفنان جزء من هذا المجتمع. نعم. يحمل هذه المعاناة. نعم. ولكن عندما يذهب لدعوة فنان يذهب لدعوة الاحتفال لتعلق الله بخليجين جامعات أي شيء يعمل تقليد كذا بليش تطال هذه الأيادي هذا. نعم. أستاذ محمد. نعم بالتأكيد يخص الجميع، يخص نعم. الجميع اليمين. فعلا هي قضية رأي عام أستاذ محمد، وللأسف الشديد نعم أستاذ محمد هي قضية رأي عام. ويجب أن نقف جميعا يعني حول هذه القضية، ليست قضية جلال فقط ولكن كل القضايا التي تستهدف أيا كان سواء فنانين أو ناشطين أو غير ذلك. وللأسف نعم. كل هذه المشاكل الآن حلت في نهاية بسبب الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي، لكن إن شاء الله ينتهي الانقلاب، وأكيد قضية جلال هي قضيتنا بالدرجة الأساسية كلنا، وسنظل نتابعها حتى يتم يعني القبض على القتلى إن شاء الله والقصاص منهم. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد رئيس نقابة الفنانين اليمني، كنت معنا من صنعاء. وعودة لنائب وزير الثقافة الأستاذ عبد الله باكدادة. أستاذ عبد الله، الآن يعني مثلا عائلة جلال، هل من كلمة من قبلكم، تواصل من قبلكم مع عائلة جلال، على الأقل تواسوهم، على الأقل تطمنوهم، على الأقل تقولوا نحن معكم وجلال هو يمثل أحد أبناءنا الذي ينتمي لهذا إلى هذه الوزارة أولا وإلى اليمن بشكل عام؟ طبعا جلال يهمنا كمبدع وكشخص صاحب رأي، وبالتأكيد نحن معه وسنظل نتابع هذه القضية لأنها لا تعني جلال كفرد فحسب، ولكنها تعني واقعا ثقافيا وإبداعيا
كبيرا. التعليقات التي سمعتها أنا من البعض الاختيارات العشوائية وكأنها تدافع عن الضالع. الضالع تاريخ كبير وتاريخ مهم ومعروف دورها على مر السلطة الوطنية. لا نوجه أصابع الاتهام إلى مكان هو عبارة عن مسرح للجريمة. أتذكر أخي بشير بعد أحداث 13 يناير كان الدكتور خوغلي أبو بكر في فندق عدن عندما جرت هذه الأحداث وقال كلمة مشهورة في كتابه العبور إلى الشاطئ الآخر، قال علمتني التجارب ألا أناقش مسلح. أنا أسف أن أحول هذه القضية إلى أنها قضية حصلت في عدن أو حصلت في صنعاء وبالتالي تسييسها أو تغييرها لصالح هذا الطرف أو ذاك، أو أننا أرمي بالاتهام لهذه الدولة أو لتلك الدولة. لا، نحن أمام ثقافة متطرفة، النقاش هنا. نحن أمام مبدع، علينا أن ندافع عن حقوقه لأن هناك مبدع آخر قادم يريد أن يقول كلمته أيضا. هنا الأساس، عندما أكون أنا مسؤولا عن المثقفين أو مسؤولا عن المبدعين، أرى الكل في كل مناطق اليمن هم هؤلاء، هذه الشريحة التي يجب أن أدافع عنها حتى تستطيع أن تقول كلمتها. جلال نموذج مهم، قبله مرت نماذج كثيرة، ولكن هناك كثير من الأمراض نشأت خلال فترة هذه الحرب. لعلنا تابعنا قبل فترة قضية مدينة إنماء، ذلك الرجل الذي يعني راح يصنف دكتورة أو أستاذة في الجامعة بأنها شيعية أو أنها كذا وأنها كذا. نحن أمام ثقافات نشأت مع الأسف خلال سنوات الحرب، جعلت من كل من يحمل بندقية يستطيع أن ينفذ القضاء. لا، نحن بحاجة بالفعل إلى تحرك الجانب الأمني، بحاجة إلى دور مثقف. أنت أشرت في سياق حديثك أخي بشير بأنه كل الفنانين وكل المثقفين يعلنوا أنهم وطنيين، يجب أن يكونوا أصحاب رأي، يجب أن يحددوا موقف أيضا تجاه ما يجري، بحيث نستطيع أن نجد لهذا المبدع أو لهذا المثقف أو لهذا المفكر دوره المناسب به حتى يستطيع أن يقيم هذا المجتمع. اليوم أستاذ الجامعة يكاد أن يكون غائب، اليوم إمام المسجد يتعرض لبعض الاغتيالات لأنه يحمل فكرة أو يحمل الرأي، اليوم المثقف صاحب القصة وصاحب الرواية وصاحب القصيدة. هذا الدور المهم الذي يجب أن يدور، لأنه العمل المؤسسي الثقافي مهم في هذا الجانب، ولا ننكر ولا نتنصل عن دورنا كمؤسسة ثقافية، ولكن أيضا دور المثقف على مستوى المجتمع مهم جدا، وعلينا أن ننظر إلى المثقف كمثقف، لا أن يكون في صنعاء موجود ولا في عدن ولا في الضالع وغيرها. ولا نزايد على الضالع باعتبارها مسرح الجريمة. نعم. الضالع منطقة قدمت يعني أعمال وطنية خلال فترة السلطة الوطنية، لا أحد ينكرها على الإطلاق. نعم، أشكرك جزيل الشكر نائب وزير الثقافة الأستاذ عبد الله باكدادة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وقبل العودة إلى الأستاذ فهد سلطان، نرحب بالفنان محمد الهجري من القاهرة أيضا. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا حبيبي. أستاذ محمد، أنتم كفنانين، مثل هذه الحادثة يعني ما هو الأثر الذي تركته بالنسبة لكم، أو تخوفات نسميها مثلا؟ والله المخاوف كثيرة جدا. أولا يعني رحمة الله على الفنان السعيدي الذي راح عشان يرسم البهجة والبسمة على أطفال الضالع وقوبل بالقتل. إحنا الآن صارت عندنا ثقافة في اليمن، ثقافة يعني للأسف جدا أن حصلت ثقافة قتل، وصار الفنان أصلا موجود هذا عندنا في التقاليد اللي عندنا في الجانب السيء من التقاليد اليمنية. ما ندخلش إن التقاليد اليمنية بشكل عام فيها جانب سلبي وفيها جانب إيجابي، لكن للأسف أنا واجهت هذا الشيء وشفته في كعازف عود، شفته في صنعاء أو في اليمن بشكل عام. هناك استنقاص للفنان، سواء كان ممثل سواء كان عازف سواء كان مطرب، فبتحس إنه دمه صار يعني مباشرة مع الانفلات الأمنية اللي حاصل في وضع الحرب. صار لأنه سهل جدا إنه يعني إنك تشهر سلاحك وتقول سواء كان إمام جامع ولا خطيب ولا مثقف ولا شاعر، صارت ثقافة القتل السائدة. فالآن الوضع غير مطمن خالص لأي فنان، لأي إبداع، لأي مطرب، لأي عازف، لأي مسرحي. نعم. الوضع منفر جدا في اليمن. نعم، باعتقادك أستاذ محمد، إلى أي مدى هذه الحادثة ستؤثر أيضا على ازدهار نقول مثلا الفنانين أو انتشارهم أو مشاركتهم في الفعاليات العامة من
مثل هكذا فعاليات؟ ستؤثر واكيد وبتنشر المخاوف. يعني احنا هذه مش اول مره يقتل فيها فنان. حصل وقتلوا الفنان نادر الجرادي علشان خلاف بسيط، زي ما قلت لك انا، انه صار دم الفنان مباح، سواء كان بتطرف عندنا من التقاليد والقبليه او بسبب التطرف الديني، فهذا اكيد بيحد من الابداع. الان الفنان بيحاول انه يهاجر خارج اليمن عشان يحصل البيئه المناسبه له، وصارت للاسف انه الموضوع عندنا صار الان احنا من دور الامان. انت كفنان بتخاف ان يقتلك شخص متطرف ديني، يمكن يقتلك شخص متعصب قبليا، يمكن يسترخص دمك، فالموضوع هذا اكيد بيحد من الابداع. انت الان كفنان بتبحث عن امان، ما عم تبحث حتى عن قوه العيش، بتحس انك تشتي تكون تعيش بامان، تحاول انك تمارس موهبتك يعني كهوايه، ما عاد فيش حتى انك بتحاول تنتشر وتبدع، فهذا اكيد بيحد من الابداع. نعم، طيب استاذ محمد ابقى معي، اعود للاستاذ فهد سلطان. استاذ فهد، هل فعلا الموضوع كما يعني طرحه الاستاذ محمد الهجري، الفنان محمد الهجري، بان الفنانين او المبدعين اصبحوا بين مطرقه يعني من ينظرون للفنان والعازف او الممثل بطريقه يعني فيها استنقاص من قبل مثلا على ما ذكره يعني القبيله وما قبيله، وايضا الجانب الاخر التطرف الديني الذي ينظر هؤلاء بانهم يعني يخرجون عن العادات والتقاليد وعن اعراف الدين والى ما شابه ذلك، اما الامر له ايضا مسار اخر وله وجهه نظر اخرى؟ التطرف اليوم يزداد بحده اكثر من اي وقت مضى. المتطرف الذي يختلف مع الشخص لا يفرق بين ان يكون كاتب او ان يكون مسرحي او ان يكون فنان، كل ما يعتقد انه يخالف عاداته او تقاليده او يعني الإلزامات الدينية لديه أو المقدسات الدينية يشعر بخطورته. لم يعد اليوم يعني سلاح الكلمة سوى سلاح الرصاص، سلاح القتل، سلاح الإخفاء والإبعاد والإزاحة من الحياة. لغة الحوار اليوم استبدلت بلغة الرصاص، بلغة الكلاشينكوف. الخطورة اليوم تزداد بشكل كبير، يتطلب من الجميع أن يستوعبوا اللحظة التي تعيشها اليمن اليوم. يعني نحن سنقبل على مرحلة سيدفع الجميع ثمنها، ربما ستختلف مع شخص على أبسط قضية، ستجد أنك ربما ستدفع نفسك ثمنا لهذا الخلاف أو لهذا الموقف. التطرف اليوم كما أسلفت، وهذه نقطة جوهرية وأساسية ينبغي أن ننتبه لها، اليوم التطرف أو الإرهابيين أو المتطرفين يجدون من الحماية، يجدون من الدعم، يجدون من التشجيع، يجدون من يحميهم بعد ممارسة جريمتهم، ومن يشجعهم قبل ممارسة الجريمة وبعدها. هذه الخطورة لم تكن موجودة من قبل بهذا الذي يحصل الآن. ما يعني أن يكون هنالك موقف جدي من الجميع، موقف من الحكومة، موقف من الشرعية، موقف من كل المؤسسات المدنية، من يعني من الناشطين، من السياسيين، من تركيبة المجتمع نفسه، يعني محاصرة هذا الفكر الذي سيتمدد وسيدفع الجميع ثمن غالي وكبير له. يعني هناك يعني عابث، هناك من يريد أن يعبث من الداخل، وهناك من يريد أن يعبث من الخارج لتفتيت هذا المجتمع لسهولة ابتلاعه، لسهولة السيطرة عليه، لسهولة ابتزاز القوى المدنية داخل هذا المجتمع، أن يبقى دائما مشتت، أن يبقى دائما فقير، أن يبقى دائما مختلف وممزق، أن يكون أن 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 يتم تركيع أي جهة أو شخص أو مجموعة، سواء كانوا فنانين أو كانوا سياسيين أو كانوا كتاب أو كانوا ناشطين أو خطباء أو أئمة، أو يعني سيتم تركيعهم عبر تنامي مثل هذا الخطاب المتطرف، هذا الخطاب الإرهابي، هذا الخطاب المعوج الذي ينبغي أن يقف اليوم الجميع نعم. أمامه وقفة واحدة. نعم تفضل. نعم، طيب أستاذ فهد اسمح لي أيضا ونذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية، أعدها زميل وديع عطاء، عن ضحايا الذين دفعوا حياتهم ثمنا لقناعاتهم الفكرية والثقافية. نتابع من ثم نعود.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأعود إلى الفنان محمد الهجري. محمد، في الدقائق الأخيرة يعني من يطرحون ويقولون إن يعني لماذا هؤلاء الفنانين أو الممثلين أو ما شابه ذلك لا يحترمون خصوصية المجتمع ويعرضون نفسهم لهذه المخاطر، هل هذا الطرح منطقي فعلا؟ لا طبعا الموضوع مش منطقي خالص، بس احنا للاسف الفنان بشكل عام بيحاول يمارس هوايته، بيحاول يبحث عن بيئه اللي هو يشتي يمارس فيها الدعوه، بس للاسف هذا فيه بيعمل تصادم مع اصحاب المعتقدات الدينيه واصحاب التطرف القبلي، لانه للاسف من انت عارف المجتمع فيه تقسيم طبقي، فيه مشايخ وفي قبائل وفي مش عارف، فالفنان يعتبر من طبق من يعني من طبقات المحقره. نعم. فما بيلاقيش البيئه، ما بيلاقيش الاحترام حتى بشكل عام، يعني انا لما بحضر حضرت كثير من الجلسات وحضرت تلاقي حتى طريقه التفاعل معك من بعض الناس مش مش مش, مش بشكل عام. بيتكلم معك انك يعني انت جاي تتأدي مهمه وتخدم وتروح، ما فيش احترام وتقدير. نعم. كشخص مبدع، كشخص متفرد عن بقيه الناس والمجتمع بشكل عام. طيب استاذ محمد، من يقولون ان انتم الفنانين او الممثلين او العازفين وما شابه ذلك يتخطون يعني يتخطون ما يسمى ب الحاله المجتمعيه او المتعارف عليه في المجتمع، هل فعلا تتعدون هذه الخطوط مثلا وتنشرون اشياء مخله بالاعراف بالعادات بالتقاليد فعلا، ام هي فقط اوهام وذرائع فقط؟ هي في الامر الواقع هي تصرفات فرديه من بعض الفنانين. الموضوع ما يحكمش بشكل عام على الفنانين بشكل عام. لانه احيانا الجلسات الخاصه مثلا على مستوى الطرب، نتكلم على مستوى الموسيقى والطرب، بيكون فيها نوع من الاريحيه. ينظر للفنان انه هو يعني خلاص هو بيروح الجلسات هذه فهو اكيد يعني شخص مخل بالاداب او بيتعدى الخطوط الحمراء في التقاليد المجتمعيه. لكن هذا ما له دخل، تصرفات فرديه من بعض الفنانين، وليس كل الفنانين لهم في هذه الاشياء. نعم. هو فقط نظره سيئه من بعض الناس المجتمع ينظروها الى الفنان ويعرضوها علينا كلنا بشكل عام، انه هذا الفنان اكيد انه سمعته سيئه او انه في الحاجات المحرمه، هذا شيء غلط طبعا، غلط تماما. نعم. اشكرك جزيل الشكر الفنان العازف محمد الهجري، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك. وعوده اخيره الى الاستاذ فهد سلطان من الرياض. أستاذ فهد سلطان، السؤال الأخير فعلا، من يقولون بأن هؤلاء الفنانين أو بعض الفنانين أو الممثلين ينشرون مثلا الرذيلة أو المجون أو من المصطلحات التي نسمعها دائما ويجب أن يوقفوها والحد منها، هل هو طرح منطقي فعلا؟ يعني أن يأتي شخص لإحياء حفلة أو للمشاركة في احتفال معين، هل هي فعلا بهذه الصورة التي يتحدثون عنها؟ نعم أخي الكريم، من حق أي إنسان أن يعترض على أي عمل سواء كان مسرحي أو فني أو كتابة أو شيء، ولكن ليس من حقه أن يحمل السلاح ويقوم بنفذ الحكم الذي يراه هو يعني. نعم. هناك مؤسسات ينبغي أن تعود إليها، هنالك يعني عندما تختلف مع شخص أو تختلف مع فرقة أو طائفة أو جماعة تقول رأيا أو تعتقد أنها تمس مقدساتك أو تمس عاداتك أو تمس تقاليدك، لا ينبغي لك، لا يحق لك تحت أي حال من الأحوال، لا شرع لا دينيا ولا قانونيا ولا عرفا، أن تحمل السلاح وتنفذ أنت الحكم الذي تراه أنت، يعني أنت الآن تتحول الحكم وتتحول يعني تنفذ الاتهام وتنفذ الحكم في نفس الوقت. هذا جانب، هذا جانب مهم. الجانب الآخر مع الأسف الشديد أن مؤسسات الدولة اليوم في مستوى ضعيف إلى أبعد المستويات، لا يعني لا شعر الناس معها بالحماية، باستثناء طبعا محافظة مأرب، لا شعر الناس معها بالحماية، وبنفس الوقت يشعر الناس أنها خذلتهم كثير، ويشعر الطرف الآخر الذي يمارس مثل هذه الجريمة أنه في مأمن، أنه سيرتكب هذه الجريمة أو سينفذ هذا القرار أو هذا الحكم الذي بناه على نفسه، وأنه سيفلت من العقاب لأنه يشعر أنه ينفذ. يعني موضوع أن الفنان يستفز، هو طبعا طريقة الفنان، طريقة الأديب هو أنه
يستفز عقول يعني الأصل في الفنان، وهذا طبيعي جدا في كل المجتمعات وعبر التاريخ أنه يستفز عقول الناس لا يستفز عواطفهم. وفي حالة أنه استفز عواطفهم فهنالك مؤسسات أو هنالك قنوات ينبغي أن تقدم إليها اعتراضك أو أن تحاسبهم على هذه الأشياء بحيث ترشد هذا العمل الفني وبحيث يتحول هذا الفنان الذي تعتقد أنه ماجن أو أنه يتجاوز أو أنه خرج عن النصوص الصحيحة أو المسار الصحيح أن تعيده إلى المسار الصحيح بأن يكون نافع للمجتمع. لكن لا يكون في أي حال من الأحوال سواء كان يعني سار على المنهج الصحيح أو سار على المنهج الخطأ الذي تعتقده من وجهة نظرك أن يبرر ذلك أن تقف ضده أو أن تحمل السلاح وتقتله وتخفيه وتخرجه من دائرة الحياة تحت أي طريقة كان. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي الأستاذ فهد سلطان، كنت معنا عبر السكايب من الرياض، والشكر أيضا لنائب وزير الثقافة الأستاذ عبدالله باكدادة، وكذلك لرئيس نقابة الفنانين الأستاذ محمد الحرازي، وأيضا الفنان محمد الهجري. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل وديع عطاء والزميلة إلهام عامر. حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.